تتمدد الفوضى في الفراغ الذي تتركه الدولة، أحداث مؤسفة تتكرر يوميا ربما بسيناريوهات متشابهة، قصف للمدنيين، اغتيالات، انفلات أمني وغياب للخدمات، عنوان ذلك جميعا غياب الدولة أو ضعفها. وحده المواطن يدفع ثمن الفراغ من استقراره المعيشي والنفسي. لا يكاد يمر يوما دون أن نسمع عن حوادث دامية، ناهيك عن الانقطاع شبه الدائم للخدمات. هذا الوضع يثير الأسئلة حول أسباب غياب الدولة وضعفها، لا سيما في المناطق التي لم تشهد حربا. وما الذي قد يبرر هذا الضعف والفراغ الذي تستغله عصابات الفوضى وميليشيات الخراب؟ بات المواطن يعيش حربا مفتوحة الجبهات ومن كل الاتجاهات على المستوى المعيشي والصحي والنفسي أيضا. في حلقة اليوم من المنصة نناقش هذه التساؤلات لنحاول البحث عن إجابة. قبل البدء باستقبال الاتصالات نذهب لمتابعة التقرير الذي أعده الزميل وديع عطا. لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع أو نقرأ عن حدث يتصل بغياب الخدمات أو الأمن في أي من مناطق الشرعية. هناك من يتحدث عن أن التحالف ساند الشرعية في تحرير ما يزيد عن 80% من مساحة الجمهورية، بينما تتواجد الشرعية في أكبر مساحة من الجغرافيا اليمنية، تتغلغل الميليشيا في أكثر المحافظات من حيث الكثافة السكانية. بعيداً عن النفوذ الجغرافي، ثمة حقائق لا يمكن القفز عليها، لعل أهمها ضعف الدولة في المناطق المحررة، غياب للأمن وانفلات وفوضى وتدهور للأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وضع معيشي متدهور في عموم مناطق سيطرة الميليشيا نتيجة سياسة الجباية والتضييق على القطاع التجاري. أما الحقوق والحريات فهي في أسوأ حالاتها، لكن بالمقابل فإن عدن التي أعلنها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة باتت مثالا لسلبية التحالف والشرعية. أصبحت العاصمة المؤقتة شاهدة على الانفلات الأمني وضعف الدولة مقارنة بنفوذ جماعات مسلحة تمولها الإمارات. الناس في عدن والضالع ولحج وحضرموت تعيش أيضا حالة احتقان وغضب نتيجة سياسة التراخي من الحكومة، لا أمن ولا استقرار ولا حتى خدمات. الصورة تتكرر في تعز وكذلك الضالع مع شيء من التباين. رغم كل ما يجري لا يزال البعض يؤمل في الشرعية الانتباه لكونها تتحمل المسؤولية الكاملة عن تطبيع الأوضاع في مناطق سيطرتها ولو في مجالي الأمن والخدمات كسقف أدنى للاستقرار والمعيشة. إذن مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة. معنا حسين الحديفي، مرحبا بك حسين، مساء الخير. اهلا، مساء النور. اهلا حسين، صف لنا كيف هو الوضع في منطقتك، ما هو نسبة تواجد الدولة؟ اولا نعم اشكر الإخوة العاملين في برنامج المنصة، واريد ان اتحدث المشكلة التي هي اساسا عملت على تشتيت جهود وعمل الشرعيه. الاساس هنا كان في التدخل الخارجي للسعوديه والامارات في القرارات، قرارات الدوله بمفاتيح رئاسه الجمهوريه والحكومه، وايضا مفاتيح بقرارات الوزراء نفسهم. لا أحد يستطيع يعمل، هناك لوبي قوي يعمل من أجل لصالح الدول الخارجية. الحكومة نفسها لا تستطيع أن تعمل أي شيء إلا بقرار خارجي، وهذه هي أهم أسباب المشكلة. وكيف يؤثر ذلك حسين على حياة الناس، على أوضاعهم المعيشية والخدمية؟ غياب الدولة هذا كيف يدفع ضريبته المواطنين؟ طبعا اكيد المواطنين هم من سيدفعون هذه الضريبة، يعني بالتأكيد. فغياب الأمن اولا، المعيشة والاقتصاد الذي
الذي يتلاعب به الكثير من المسؤولين الدولة. فقر الشعب وجوع الشعب الآن أصبح الناس لا يستطيع حتى يعني الجوع أصبح منتشرا بشكل فظيع في كل المناطق المحررة على وهذه تتحمل مسؤولية الكاملة لمثل هذه الأوضاع التي ننظرها نشاهدها على الشاشة. رئاسة الجمهورية ومثلة رئيس الجمهورية وأيضا الحكومة ورئاسة الوزراء هم من يتحملون المسؤولية لعدم امتلاك قرارهم السياسي، قرارهم الاقتصادي، قرارهم الأمني. ويعملون هم الان يعملون من اجل الدول الخارجيه الان تحقق مصالحها هنا في اليمن، وهم فقط يعملون من اجلها، من اجل تمرير مصالحها بعيدا كل البعد عن الشعب وعن جوع الشعب وعن فقر الشعب وعن معاناه الشعب. لا يشعرون به. نعم حسين، برايك ما الذي يمنع حكومة هادي من التواجد فعليا في المناطق المحررة؟ هل هو عدم نوايا صادقة، عدم رغبة في التواجد، خوف من الأوضاع الأمنية، أم أن هنالك عوائق أخرى فعلية تتعلق بدول الجوار وخاصة دول التحالف؟ نعم، سبق وقلت لك ان هناك ايادي فعليه حقيقيه تعمل بشكل خفي ليس معلن، وتسير الدوله والحكومه على ما تشاء، لكن ايضا رئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء يتحملون مسؤوليه القرار، شجاعه القرار، لان هم الان يخضعون الى قرارات وقرارات خارجية، وهذا أعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك هو الطمع السياسي للإخوة الفرقاء الذين يعملون يعني بوجهة واحدة التي هي على أساس الشرعية. كل يعمل لمصلحة نفسه وكل يعمل من أجل مصالحه الشخصية بعيدا كل البعد عن معاناة هذا الشعب. نعم، إذا حسين الحذيفي شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من تيسير السامع من تعز. مرحبا بك تيسير، مساء الخير. أهلا وسهلا أختي، أهلا وسهلا، تحية طيبة لك. أهلا بك تيسير، كيف هو الوضع في تعز؟ برغم أن الوضع معروف، ولكن صف لنا أنت أكثر بدقة، أكثر كونك تعيش في تعز، كيف أثر غياب الدولة الحقيقي، غياب الدولة القوية الموحدة الوطنية في تعز على حياة الناس؟ طبعا بالنسبة لتعز، وضع تعز طبعا أبناء تعز كما معروف عنهم أنهم يعشقون الدولة ولا يحبون أن يعيشون إلا في ظل الدولة تطبق النظام والقانون، تعمل وفق يعني مؤسسات هذه الدولة. أبناء تعز ربما قدموا آلاف الشهداء خلال السنوات الماضية، وكان لهم هدف واحد هو إيجاد هناك دولة نفسها ودولة تحقيق الحد الأدنى حتى من الخدمات المحافظة. طبعا لله يعني تشكلت فيها مؤسسات دولة، وإن كانت قد بدأت من الصفر، هذا بفضل طبعا أبنائها المخلصين الذين تكاتفوا وتعاونوا واستطاعوا أن يوجدوا شيء من لا شيء الحمد لله. تتحسن بحفظ الله سبحانه وتعالى، وان كان تحسن بطيء وليس بالشكل المطلوب، لكنه الحمد لله افضل من لا شيء. يعني وضع تعز يعني في عام 2019 اعتقد انه افضل مما عليه في عام 2018 و2017. الامور تتحسن، نتمنى من كل قلوبنا ان يكون الاخ المحافظ متواجدا في مدينه تعز، وان يكون وأن يكون متواجد بين أبناء المحافظة من أجل أن يشعر المواطن بأنه الدولة متواجدة وأنه الدولة عادت. لكن للأسف الشديد يعني لحد الآن لا ندري سر غيابه، ونتمنى أن يعود في أقرب فرصة،
لكن هناك الوكلاء، وكلاء المحافظة يقومون بالدور المطلوب ويعني ويؤدون واجبهم، وإن كان غياب المحافظ أيضا يؤثر يعني على 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 سير الأحداث في مدينة تعز. نعم نعم. تيسير، برأيك ما هي الأسباب الحقيقية وراء غياب الدولة الفعلي والقوي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خاصة في المناطق الجنوبية كعدن وما جاورها؟ والله هذا سؤال صعب الإجابة عليه، يعني سؤال غامض. وأنا بصراحة كمواطن أولا وكصحفي يعني بصراحة لا أجد حتى الآن جواب أو مبرر لغياب الدولة. يعني أنا أعتقد بأن المسؤول يجب أن يكون عند مستوى المسؤولية. المسؤول إما أن يكون رجل، وأن يكون رجل شجاع مستعد أن يضحي، وأن يكون مقدام لديه روح التضحية والفداء بحيث أنه يقدم على هذه المسؤولية، يكون عند مستوى المسؤولية، أو أن يتخلى عن هذه المسؤولية ويروح يرقد له بيته، ويعني بدل أن يتولى المسؤولية ويهرب. هذه ليست رجولة وليست شهامة وليست موقف. يعني أنا أعتقد أنه الأصل أن تكون مسؤول، أن تكون مقدام، أن تكون شجاع، أن تكون لديك روح التضحية، روح الفداء، بحيث أنك تكون أنت في مقدمة الناس. يعني لا يمكن أنك تدعو الناس إلى الصمود وأنت تهرب. لا يمكن صحيح. أنك تدعو للناس إلى أنك وأن يضحوا وأن يقدموا دماءهم وأموالهم وأنت تكون خارج الوطن. هذه ليست مسؤولية. أنا أعتقد بأنه لا يوجد أي مبرر لغياب الحكومة وغياب المسؤولين عن تواجدهم داخل الوطن. وأنا أعتقد بأنه هذا السؤال حتى الآن يجب أن يسأل، أن يسألهم، لا نسأل نحن كمواطنين لماذا غبتم. هذه الأسئلة ممكن توجهها لهم يعني. نعم تيسير السامعي. نعم. شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من الحديدة معنا عبد السلام وهيب. مرحبا بك عبد السلام، مساء الخير. أهلا، مساء الخير والعافية عليكم. أهلا بك عبد السلام. كيف هو الوضع في الحديدة؟ كما نعلم أن الحديدة، مناطق الحديدة منقسمة بين سيطرة الميليشيات وبين سيطرة الحكومة، كيف هو وضع الناس المعيشي في ظل هذا الانقسام وغياب تواجد الدولة الفعلي؟ طبعا كما تعرفون الآن محافظة الحديدة تعيش في وضع مأساوي شبيه بالمناطق المنكوبة في العالم. لاحظ أن المواطنين مجزئين ما بين جميع المحافظات اليمنية. فيظل يعني عندما أتساءل أين الدولة أصلا؟ لا توجد دولة في ظل غياب تام، في نوم عميق وسبات، سواء في الرياض أو في الدول الأخرى. بالنسبة للخدمات الأساسية عندما نتكلم عنها، لا يوجد أي مقومات، لا يوجد دور للدولة داخل المناطق المحررة بشكل عام. هناك العديد من الجوع الذين يعانون من المواطنين على المستوى العام. كذلك عندما ندخل في الجانب الأمني، الجانب الأمني نكاد أن نفتقد له تماما. هناك العديد من القتلى في كل يوم، سواء في المحافظات الشمالية أو المحافظات الجنوبية التي تم تحريرها من قبل الشرعية. الوضع مأساوي جدا. نعم عبد السلام، في ظل هذا الوضع، مؤسسات الدولة والمرافق الحكومية هل تعمل ولو بالحد الأدنى لتلبية ولو الحد الأدنى من احتياجات المواطنين؟ طبعا كما نلاحظ الآن في بعض المحافظات المحررة، مثلا أتكلم عن محافظة الحديدة، ربما هناك تفاؤل ولكن ضئيل جدا من جانب الحكومة. فنلاحظ تحركات المحافظة أحيانا في بعض المناطق المحررة، ولكن تحركات بسيطة جدا. المواطنون يعانون من كثير. أين الكهرباء؟ لا يوجد كهرباء، لا يوجد مياه، لا يوجد أي مقومات أساسية للمواطنين. هناك العديد من المخيمات الموجودة مثلا في الخوخة، في مدينة حيث التحيثة، التي لا زالت الميليشيات يوميا أو تمطرها بالجميع أنواع الأسلحة، سواء الخفيفة أو الثقيلة. كذلك الدريهمي، الحديدة رأسا. فهناك تضاؤل كبير من جانب الحكومة الشرعية
يعني كما يقول المثل الشعبي لا لم تميتها ولم تحييها، فالآن بقيت هي ما بين الوسط. أين دور الدولة؟ لا يوجد لدينا دولة أبدا. نعم عبد السلام، اسمح لي أن أسألك، أنت من أي منطقة بالذات في الحديدة؟ نحن من التحيتاء. التحيتاء هي الآن من المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ومن المعروف أنها من أكثر المناطق في الحديدة التي عانت من سوء التغذية ومن المجاعة. كيف هو الوضع الآن بما أنها أصبحت تحت سيطرة الشرعية؟ طبعا كما يعرف الجميع أن التحيتاء بشكل عام، أتكلم عن مدينة سيدي، لا زال بلدي ولا زال مسقط رأسي يسيطر عليها الحوثيون إلى هذا اليوم. أنا من منطقة المغرب الذي هي ريفة حيثة، ولكن عندما أتكلم عن المجاعة، المجاعة لا زالت مسيطرة على جميع أنحاء المديرية، سواء كما في السابق أو حتى اليوم. هناك بعض الإغاثات ولكنها ضئيلة لم تصل إلى جميع المواطنين، وهناك من يبطشها سواء من جانب الحكومة الشرعية أو جانب الحوثيين. فهناك العديد من الناس يتصلون لي أو يتواصلون معي سواء عبر الفيسبوك أو الواتساب، نحن نعاني من كذا وكذا وكذا، فنرجو منكم أن تتواصلوا. المجاعة تسيطر على الناس من جميع الجوانب. أما بالنسبة للخدمات الأساسية، الآن لا يوجد أي منفذ لمدينة حيثة، طبعا مدينة محاصرة. ناهيك عن الخدمات الأساسية، المياه، الكهرباء، هناك العديد من المواطنين يوميا يستغيثون الجهات أنه لا يوجد مياه في التحيتاء. أحيانا يومان أحد الأشخاص ينادي في وسائل التواصل الاجتماعي أن أولاده يحتاجون إلى 20 لتر من الماء لكي يسدوا رمق أفواههم. أين الدولة أصلا؟ الله المستعان. عبد السلام وهيب، أشكرك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك عبد السلام، ونتمنى أن يعين الله الناس في تحيتا وفي كافة مناطق اليمن. إذا مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة بعض الآراء عن أهمية حضور الدولة في المناطق المحررة والتي وصلتنا عبر الواتساب. نذهب لنشاهد. منذ الأحداث التي تمر بها اليمن، تمكنت كثير من المناطق اليمن كما نعلم من طرد الميليشيات والتخلص من جرائمها ومن ما تبثه في المجتمع من فساد فكري ومناطقي ومذهبي. بدأت تتشكل نوايا الدولة الحديثة التي يعول عليها الناس كثيرا، وكان البعض كثير يتمنى أن تقوم بدورها المأمول. صحيح أنه التركة كبيرة والمخلفات من العهد الماضي ليست بالقليل وليست بالأقل سوءا، ولكن كان ينبغي وكان المؤمل أن هذه الدولة وهؤلاء الأشخاص الذين تحملوا مسؤولية الانتقال بالبلد إلى الوضع الأحسن والأفضل، نجد أنه لا زالت حتى اليوم تمارس الاغتيالات ويمارس حالة الانفلات والخلل الأمني، وكل طرف يلقي باللائم على الطرف الآخر، وهذا ليس بالأمر الطيب. كان ينبغي أن نواجه الأمور ونواجه الحقائق كما هي، ونبذل جهد ونضاعف الجهد حتى نقضي على هذه الظواهر. اليوم نشهد ونتألم ونعاني مما ينتشر من أوضاع مخلة بالأمن وتبعث عدم الثقة والطمأنينة في أوساط الناس في المناطق المحررة. التحريضات التي تحدث من قبل من هم محسوبون على الشرعية مع الأسف الشديد ضد أشخاص آخرين من باب المناكفات السياسية، تؤدي تلك التحريضات إلى عمليات الاغتيال وعمليات التصفية وعمليات القتل الممنهج، والذي قد يكون برعاية من جهات أو من قبل دول حتى، وذلك مما جعل الدولة بمنأى عن تلك الأحداث وبعد
بعيدة عن الواقع وما يلمسه المواطن وما يلمسه السياسي حتى والناشط أو كل ما له علاقة بذلك الناشط. الحكومة وتواجدها خارج الوطن يؤجج تلك الصراعات وتلك الخلافات بين الجهات وبين الأحزاب وبين كل من هم محسوبون على السياسة. لذلك نتمنى أن تفرض سيطرتها طالما قد حررت تلك المناطق، وبعودة الدولة سيعود الأمن وسيعود الإطمئنان للمواطن. إذن مشاهدينا الكرام نتابع استقبال الاتصالات. معنا أسامة الطنين من عمران، مرحبا بك أسامة، مساء الخير. أهلا مرحبا بك أسامة. بما أنك من عمران، أولى المناطق المنكوبة والبوابة التي فتحت للجحيم الباب لبقية المناطق في اليمن بعد 5 سنوات من الحرب، أسامة كيف هو الوضع في عمران؟ حقيقة الأمر عمران كما تعلمون ويعلم الجميع بأنها تحكم من قبل الميليشيات وعصابات، فلا جديد في عمران. عمران تنتظر النصر، تنتظر الدولة، تنتظر الجيش الوطني يأتي فاتحا ومحررا. وبرأيك هل المعطيات على الأرض في الوقت الحالي كما ترى الوضع والتشظي الحاصل في القوى الوطنية المفترض بها أن تكون وطنية، هل هنالك أمل أن تتواجد الدولة على الأرض فعلا وتحرر بقية المناطق وتصل إلى عمران؟ إن شاء الله هناك أمل كبير ونحن ننتظر هذا الشيء. صحيح أن هناك معوقات وعراقيل تمنع النصر أو تؤخر النصر، لكن يبقى الأمل موجود ونحن ما زلنا في انتظار هذه اللحظة التي ينتظرها الشعب اليمني وأبناء عمران بفارق الصبر. لكن قيادة الدولة هو موضوع شائك في حقيقة الأمر. نعم. وهناك عوائق متداخلة. نعم، برأيك ما هي الأسباب؟ إذا ذهبنا إلى تسميد هذه المعوقات سنجد بأن التحالف العربي هو العائق الأول أمام حضور الدولة. نعم. فبعد تحرير المناطق الجنوبية حملت دولة الإمارات على إنشاء ميليشيات تابعة لها. وهذه الميليشيات عملت بدورها على تقويض عمل الحكومة الشرعية ومنع تواجد الجهات الرسمية، وهذا يؤكد بأن دولة الإمارات لم تأتي إلى اليمن من أجل استعادة الشرعية ومواجهة المشروع الإيراني كما تدعي، ولكن لتحقيق أجندتها الخاصة. وما يحدث اليوم من تقارب إماراتي إيراني دليل واضح على الدور المشبوه التي مارسته وتمارسه في المناطق المحررة. نعم. كذلك هناك عائق آخر وهو الحكومة اليمنية، يعني من خلال متابعة مجريات الأحداث السياسية يستطيع أن يستنتج المتابع للشأن اليمني بأن الرئاسة والحكومة لا يوجد لها رؤية واضحة لإدارة المرحلة، فالمرحلة التي نمر بها مرحلة استثنائية وتحتاج رجال دولة استثنائيون سواء من ناحية الكفاءة الوطنية أو الوطنية يعني. لكن للأسف أغلب من يديرون الحكومة اليوم آخر ما يشغل همهم هو الوطن، وآخر ما يفكرون فيه العودة إلى أراضي الوطن. لكن من أجل الإنصاف وأن نكون واضحون، ضروري أن نذكر النماذج الناجحة. يعني هناك نماذج ناجحة أثبتت نجاحها في سلطة الدولة، ولا يصح أن ننساها أو نتغافلها. وهذه النماذج تستحق شكر وتقدير، ومن هذه النماذج هي سلطة مأرب وسلطة شبوة. نعم. طيب أسامة، في ظل هذا الوضع وغياب الدولة بعد كل هذه السنوات، برأيك كيف يتدبر المواطنين أحوالهم في ظل هكذا وضع؟ ما الذي يمكن يفعله المواطن؟ إلى من يلجؤون في حال احتياجهم للخدمات، حصول المشاكل كالانفلات الأمني وما إلى ذلك؟ صراحة هؤلاء المواطنون يعيشون ويمرون بمرحلة حرجة وصعبة جدا، سواء من ناحية الانفلات الأمني أو ارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية.
فلا نستطيع أن نحمل أي طرف إلا الحكومة. نحن لدينا حكومة واحدة وهي الشرعية، فمن يتحمل مسؤولية هؤلاء هي الحكومة، الحكومة الشرعية. نعم، إذن أسامة طنين شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. شكرا لك أسامة. إذن معنا حفظ الله العمري من اسطنبول، مرحبا بك حفظ الله، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. اهلا بك، رايك حول موضوع هذه الحلقه حفظ الله، برايك ما هي اسباب غياب الدوله في المناطق التي يفترض ان تكون تحت سيطرتها؟ اسباب غياب الدوله برايي في المناطق المحرره والمناطق التي حررتها حتى قبل 4 سنين هو عدم وجود الرؤيه الكامله لاداره هذه المناطق، بالإضافة إلى العراقيل التي توضع في طريق الدولة، ومنها الميليشيات التي تدعمها دولة في التحالف، يعني في التحالف العربي، وهذه هي أكبر العقبات التي وقفت في طريق الدولة. بالإضافة أيضا إلى أن الدولة برمتها خارج البلد، قليل من الوزراء وقليل من أعضاء السلك الحكومي، هم في الداخل او يشتغلون من الداخل، الكثير منهم في الرياض وفي القاهره وفي اسطنبول، وهذه مشكله كبيره تواجه العمل من داخل الدوله وسيطره الدوله على المناطق المحرره، مما اتاح المجال للميليشيات ولمن هب ودب بان يكون هو الدوله او ان يقوم بمهام الدوله في هذه المناطق. نعم أستاذ حفظ الله، كما أسلفت الأسباب التي قد تمنع تواجد الدولة أو تواجد الشرعية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، وكما قال أيضا من كانوا معنا في الحلقة منذ البداية، هنالك شبه إجماع على أن التحالف ربما الآن يتصدر قائمة هذه المعوقات، إذن لماذا تستمر الشرعية بالتعامل مع التحالف؟ لماذا لا تطلب إنهاء تدخله في اليمن؟ هل لديها الإمكانية لعمل ذلك؟ اولا هناك دولة داخل التحالف، الإمارات العربية المتحدة هي التي تقوم بعرقلة العمل الدولة في الجنوب، وهذا واضح للعيان يعني. اما مساله انهاء الحكومه للتحالف فهذا يعني تقريبا شبه مستحيل. لماذا؟ لان الدوله اغلبها كلها اذا لم تكن كلها تقيم في الرياض، حتى معاشاتهم وكل يعني فعليا التحالف وصي على الدوله اليمنيه من خلال مش بس السلاح الذي يحارب به الجيش في الجبهات، كل مقومات الدوله مرتبطه بالتحالف، وحتى ان التحالف يقوم بتعطيل عمل الدوله، عمل اجهزه الدوله الخدميه والموارد والثروات لكي يمسك باليمن ويمسك بقياده الدوله، وهذا الامر واضح من خلال تعطيله للمطارات وتعطيله للموانئ النفط، تزوير النفط، وهذه كلها ادت الى ان الدوله اصبحت اسيره لدى التحالف، فلن تستطيع تتخلى عنه مهما كانت الاسباب ومهما حاول تعطيلها. نعم استاذ حفظ الله، اذا ما الذي تحتاجه الشرعيه للتواجد فعليا على ارض على الارض، وهل لديها النوايا الحقيقيه لفعل ذلك؟ في الحقيقه انا اقول لك معلومه مهمه، اعضاء تلك اعضاء الدوله في الخارج من وزراء وكلاء وزارات ومساعديهم يستلمون بالدولار، فمستحيل ان يرجع يعود الى اليمن ويستلم بالريال اليمني، يعني صحيح. الان يستلم بالدولار بدل اقامه بدل معيشه بدل فمرتاح، يعني مستحيل. يعني الحل الوحيد لاعاده هؤلاء الى الداخل هو ان يعطوهم رواتب بالريال اليمني وهم في الخارج، بحيث انه لا يستطيع بهذا الراتب ان يعيل نفسه وعائلته في الخارج، فيكون مضطر الى العوده الى الداخل اليمني، الى الداخل اليمني والعمل من الداخل، وهذا هو الحل الوحيد، وهذه هي المشكله التي تواجه الان اعضاء عودتهم الى الداخل.
نعم، إذن أستاذ حفظ الله شكرا جزيلا لمداخلتك معنا ومشاركتك معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام نذهب لنتابع نماذج لمنشورات تعبر فيها أصحابها عن غياب الخدمات في مناطقهم أو في المناطق المحررة. نذهب لاستطلاع بعض هذه المنشورات. عبد العزيز كتب: الشرعية موجودة في فندق بالرياض، معهم 3 طوابق، في كل طابق 6 أجنحة ملكية، وهذه يقوم من النوم بعد صلاة العشاء يوميا. أي شرعية؟ إذا عبد العزيز يتفق مع كلام الأستاذ حفظ الله، من المستحيل أن يتم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لهؤلاء. منشور آخر لأحمد علي القفيش، أتمنى أن أكون قرأت الاسم صحيح: كل يوم نودع كوكبة من الشهداء، والمشهد يتكرر عند كل حادثة في انتقاد السلبيات والأصوات المطالبة بالتصحيح والتحليل وذكر الأخطاء التي تسببت في الحادثة التي أدمت قلوبنا، ومجرد أن تمر أيام تبدأ عقولنا بالنسيان والتفكير في الصراع البيني. نتحدث عن دولة، وسرعان ما أن يأتي حادث يتوقعه أي إنسان، بل ونتوقع أكبر منه ويتلاشى معه الحلم. انتقدنا كثير سلوكيات القادات في الشرعية والتحالف والانتقالي، ولكن كل طرف لا يروق له حديثنا ومطالبتنا بالتصحيح ويحسبنا على الآخر. قلنا لهم أنهم 5 سنوات وهم كل يوم يحتفلون فيها بتخرج دفعات مقاتلين، ولم يفعل خلال تلك المدة قسم شرطة واحد، ورغم ذلك نجد من يقول شكرا شلال وشكرا الميسر. إذن أستاذ أحمد اختصر الكثير في هذا المنشور. منشور آخر لهيفاء أحمد قالت: لأن تحرير تلك المناطق لم يكن عسكريا، وبالتالي لم تكن هناك قيادة عسكرية تقود كل تلك المجاميع العسكرية تحت هدف واحد، وعليها كل فصيل أعطوه سلاح شكل لنفسه جبهة خاصة تتناسب مع أطماعه. والشرعية ما يعنيها هو شكلها الخارجي أمام المجتمع الدولي بأن هذه المناطق تحت سيطرتها شكليا، وتعلم أنها لو دخلت بمواجهة مباشرة ستفقد هذا التجميل الشكلي الذي تحاول الظهور فيه، فمخلي الوضع على حاله مقابل عدم انقلابهم عليها رسميا. تعليق آخر لمحمد مهيوب قال: اشتكى مواطنون أن مسلحين يتبعون تجار الكهرباء، اختلفوا واشتبكوا بالأسلحة، والنتيجة أنهم أطلقوا النار على 4 مولدات تتبع مواطنين في جولة العواضي والمركزي. أما هم فكان خلافهم طبيعي، والغرض استهداف مواطير الكهرباء التابعة لأصحاب المحلات لأنهم لم يشبكوا من هؤلاء السرق. واليوم تعود الكرة مرة أخرى، والأنباء الواردة أن اشتباكات حامية الوطيس في التحرير الأسفل بسبب جبايات الكهرباء، وتم إغلاق المحلات والضرب بالرصاص عشوائي، وتم تدمير مولد الكهرباء الذي يغذي شارع التحرير. تجار كهرباء وبالصميل ولا بنقرح الماطور حقك. إذن محمد يتحدث عن الوضع في تعز. محمد وضعنا في صورة مصغرة لنتائج غياب الدولة. هذا آخر تعليق أم هناك تعليق آخر؟ إذن هذا هو آخر تعليق. معنا اتصال نبيل الفقيه. مرحبا بك نبيل، مساء الخير. نبيل الفقيه من إب، أهلا بك يا نبيل. نبيل هل تسمعني؟ نعم، السلام الله عليكم وعلى الجمهور الكريم. وعليكم السلام، أهلا بك يا نبيل. كيف هو الوضع في إب ربما البعيدة قليلا عن الواجهة التي فضلت أن تنأى بنفسها، ولكن لم تنأى بنفسها من نتائج الحرب ونتائج غياب الدولة؟ كيف هو الوضع في إب يا نبيل؟ لم يعد خافي على الجميع أن الحرب برمتها طغت على كل البلاد، سواء المناطق المحررة والمناطق المسيطر عليها الحوثي. يعني الحرب صحيح. برمتها هي طاغية على
الجميع، قد تكون بأفضل حالة من غيرها من حيث عدم وجود المواجهات المسلحة ومناطق حرب، وصارت بيئة لكل النازحين من الحديدة ومن عدن ومن تعز ومن كثير من المحافظات، وهذه ميزة تحسب لها. لكن لا يخفيكم بطش الحوثي بالمحافظة ونهب الثروات ونهب الأراضي والاستيلاء على الاعلاء على الناس بكل جبروت، وهنا قتل يعني تحدث بعض الاحيان مشاكل مثلا بين حوثيين او ومواطنين عاديين، فتظهر الاستعلاء الزائد للحوثي وغطره الناس الذي يمارسها في صنعاء وذمار وعمران وفي كل الاماكن، جعلوا من كما يقولون من محافظه اب هي مثيله الحديده بقره حلوب لكل منهم. يعني تخيل خلال شهر واحد تحويلات من الكريمي من الكريمي مصرف الكريمي من ابي الى عمران بلغت نصف مليار ريال، يعني 500 مليون يمني، بمعنى ناب ثروات ضرائب جبايات لمشرفين هم اعوان الحوثي وغيره الذي اتوا من الكهوف ومن الجبال. محافظه اب يعني كما يعرف الجميع هي تعاني من حرمان الدوله وغياب الدوله في عهد النظام السابق، وأتوا هؤلاء كهنة الإماميين ومخلفاتهم بنظرة استعلائية بكل ما لديهم، أتوا ناب ثروات وغيرهم، ولكن قد تكون كما قلت لكم أفضل حالة من غيرها. لكن بالمجمل البلاد عندما لو عدنا إلى موضوعكم وموضوع الحلقة حول عدم وجود الدولة وغيرها في المناطق المحررة، هذه سلبية يعني بالأخير لم يعد هذا السؤال يعني مخفي أو لغز مخفي على الجميع، غياب الدولة، عدم تحلي المسؤولين بالشجاعة كما يقول الأخ تيسير السامعي، الروح الوطنية، نحن لا نريد الآن في هذا الوقت المسؤول الوطني أو غيره، المسؤول الرجل الاستثنائي الشجاع مثل ما الذي يقدمه دماءهم في الجبهات في كل الجبهات من جنود وضباط وعسكريين لفداء الوطن، أنت كذلك تكون، لكن أنت تأتي إليه وتكون بهذا فهو الجبر السياسي، يعني أنت في الرياض وتأتي تقول اسمود الذي في الجبهات لماذا الأمثلة الأمنية، عدم حضورك أنت أصلا يعني المسؤولين وغيرهم. هناك دور بالفعل يعني المواطن العادي والبسيط والناس السائل دور للتحالف بجانب أخلاقي، أنت تأتي لدعم الشرعية، ماذا يعني كميليشيات مسلحة خارج نطاق الشرعية في المناطق المحررة مثل ما يحدث مع النخبة الشبوانية وكذلك الحزم الأمني في عدن وغيره، هذه كلها مؤرقلات، يعني من وزير النقد مثلا من زيارة محافظة صمود طارد مقاومة عدن ووزرائها وأبنائها الأحرار الذين حرروا عدن، ماذا يعني هذا؟ هل هي تثبيت للأوضاع أم غيره؟ لكن ما نعيب عليه هو رجالنا الوطنيين برئاسة الشرعية، هذا الدور الأبرز، عدم حضورهم، عدم إيجاد بدائل، عدم إيجاد حلول. مثلا لو جينا الى السلطه مثلا في مأرب في مناطق مثلا في شبوه في حضرموت في المناطق في تعز مثلا كذا، عندما تحضر الدوله يحس المواطن بالامان، يحس شيء يتكئ عليه، لكن عدم حضورك وتاتي تندد بالوطنيه والخطابات وغيره وانت تتنقل من الرياض الى القاهره الى تركيا الى هنا، يعني هذا معيب في حقهم، وهؤلاء سجلهم التاريخ في أسوأ صفحاته. لكن هناك رجال وطنيين في قادة الجيش في غيرهم، وهم الذين يكونون الجيش وهم الذين يدرون المناطق المحررة التي نصفها بالإيجابية. بناء محافظنا الدولة، هؤلاء يستحقوا الشكر والثناء. نعم، إذا نبيل الفقي شكرا جزيلا لك على كل هذا السرد، شكرا نبيل لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، ولكننا ربما لم يعد لدينا الوقت. هنالك اتصال من حسن القدسي من تعز، مرحبا بك حسن. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير كل أعضاء قناة بلقيس. أهلا بك حسن، ربما
سأفتح معك محور مغاير بما أننا في نهاية الحلقة. كان هنالك فاعل خير باسم أبو مهند حسن انتشر في الفترة الأخيرة أخبار عن تمويله لحملة خيرية قامت بتنظيف بعض المناطق في تعز على ما أعتقد يا حسن. كان هنالك بعدها أناس كتبوا أن لم تمر سوى أيام حتى عادت هذه المناطق كما كانت. كيف قد يشارك أو يضاعف سوء الوضع المواطنين؟ كيف قد ربما بدون وعي منهم يضاعف غياب أو سوء نتائج غياب الدولة في هذه المناطق؟ أعتقد أنه العمل العشوائي في الغالب، يعني هذا العمل الخيري طبعا يشكر عليه اللي قدمه، وفي الغالب هناك جهود من في كثير من المناطق تعز قامت فيها اكثر من مره، صنعاء كمان في المرحله السابقه وكذا، قامت هناك جهود شخصيه لكن لم تكن الدوله على تواجد. صح. اذا كانت الدوله لها تواجد في 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 اي فعاليه في اي جهود سواء في النظافه سواء في الامن سواء في الاقتصاد، سيكون هناك الدولة ستنهض وستبدأ الازدهار من جديد. لكن الجهود الشخصية أو نسميها الجهود المجتمعية في الغالب لا تفي بالغرض، وهذه هي مشكلتنا في اليمن، أن هناك الشعب المجتمع الأشخاص، نحن كيمنيون عندنا طموح عندنا تفكير عندنا غايات وأهداف نسعى للحصول عليها، لكن لا توجد لدينا الدولة الحاضنة اللي يمكن تحقق لنا هذه الأشياء. يعني لا يوجد لنا دولة تقدر هذه الهموم وهذه الجهود اللي نتمناها لوطننا. نعم، إذن حسن القدسي شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. لم يعد لدينا وقت، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام أشكركم على حسن المتابعة، أشكر كل من تفاعل وشارك معنا في هذه الحلقة، الشكر أيضا موصول من زميلي معد الحلقة وديع عطا. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.